رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي احتفال القوات المسلحة بتخريج دفعة جديدة من المرشحين الطيارين في كلية خليفة بن زايد الجوية في مدينة العين صباح اليوم، بحضور سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبو ظبي في منطقة العين وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين. وبدأ الاحتفال بوصول صاحب السمو وراعي الحفل إلى المنصة الرئيسية في ميدان الكلية ليقوم سموه، بعدها يرافقه قائد كلية خليفة بن زايد الجوية العميد ركن طيار حمود علي الشحي بالتفتيش على طابور الخريجين. بعدها مر الخريجون من أمام المنصة الرئيسية على هيئة استعراض عسكري ليؤدي بعدها الخريجون قسم الولاء. وكان لقائد الكلية كلمة أشاد فيها بالخريجين الذين أتموا على مدى 3 سنوات متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في علوم الطيران والإسناد الجوي. بعدها كرم صاحب السمو نائب رئيس الدولة المتفوقين في الدورة 48 وهنأهم سموه وتمنى لهم النجاح في مسيرتهم العلمية ضمن صفوف قواتنا المسلحة الباسلة. وبعد ذلك تم تسليم وتسلم العلم من الدورة 48 إلى الدورة 49 مصحوبا بقسم العلم بأن يحافظوا عليه مرفوعا عاليا.